كبير في الكرة التونسية، هكا ولا ستارق الكرة الأجنبية الخليجية والكرة الخليجية والعربية عموما، يساهم في صعود ترجي جرجيس، يقود الفريق للعودة إلى مداره الطبيعي. موجود معنا في المباشر مدرب ترجي جرجيس سي منصف، تحياتي، مساء النور وألف مبروك. مساء النور، مساء النور للسادة المستمعين الكل، ومساء النور لكم وللأخيان الموجودين في البلاتو. أهلا وسهلا. الله الله يبارك فيك. الحمد لله. حكينا على الجو، حكينا على الفرحة، حكينا يعني من نهارين لليوم التليفون ركح ولا لا؟ ها حكي لي على الجو. أول مرة شارج نتاع تليفوني يطيح لي مرتين ثلاث مرات في النهار. الحمد لله التوفيق كله بيد الله سبحانه وتعالى. خدمنا، تعبنا، عملنا كل شيء، كل يحصل لي شرف أني صعدت الفريق ترجي جرجيس مرتين في موسم 80 2014 وتو في موسم 90 2024. هذا شرف لي كبير. الناس كلها تعبت، إدارة، لاعبين، جماهير، وبالمناسبة معناتها نحب نشكر شكر كبير اللاعبين اللي صبروا اللي تعبوا اللي دار من 15 ولا 13 أوت، والناس تدرب وتخدم، الهيئة المديرة ما شاء الله معناتها وفروا لنا كل شيء، عملوا اللي طلبناه وفروه لنا. الجماهير ترجي جرجيس اللي نعرفها، أنا تعرف ابن الفريق ونعرف الجماهير وقيمة جماهير ترجي جرجيس. أول مرة نشوف الجماهير بإيجابية، معنا جمهور إيجابي معناتها دائما، حتى في الفترات اللي كنا فيها ممكن خطر تعرف على موسم كامل باش تكون ديما، لكن صحيح. الجماهير كانت تدز معنا وكانت واقفة معنا، وحضورها حتى في المقابلات، يعرفوا رواحهم أنهم في المقابلات برا من جرجيس ما همش باش يدخلوا، لكن يتحولوا معنا ويفرحوا حتى يتفرجوا معنا. تنشوف فيهم الناس تتفرج في البورتابلوات برا من التيرانات، واهم حاجه بالنسبه لي هي الفرحه. الحمد لله شرف لينا، حتى اللاعبين قلت لهم انه شرف لينا ان نفرحوا الناس هذه، واحتفالات كبيره كانت في جرجيس بعوده الفريق لبطوله المحترف الاولى. نفس الشيء شكر كبير للمستقبل جابس، بصراحه عندهم معناتها فريق ممتاز. صحيح. كانت منافسه شرسه لاخر لحظه تقريبا، لاخر لحظه تقريبا. نتمنى لهم ان شاء الله في الاعوام الجايه كده كقانون اللعبه معناتها فريق واحد هو يصعد، نتمنى لهم ان شاء الله هم والفرق كل خاطر تعرف ان الناس كلها تدخل البطوله تجتهد، ناس تتعب ناس كذا، ان شاء الله حظ موفق لهم في المقابلات في الموسم الجاي بحول الله. احنا نسلموا على عكار الكل وكل احباء ترجي الرياضي الجرجيسي. ما زلت معنا انت في المباشر السيد منصف مشيرين، باش نحكيوا شويه مع المحللين نتاعنا اليوم سي طارق المسعودي وطارق الحضيري. اي شنو رايكم في الصعود؟ نبدا بك طارق، تفضل. سي المسعودي معك. الف مبروك للعكار الكل، الف مبروك كوتش، يبارك فيك. الحاجه اللي ما يعرفوهاش اللي مش متابعين للكوره في ليغ دو سورتو، انه جرجيس اكيب على برازيليان، يعني تحكي على حاجه اخرى، لا تلعب كره كونستركسيون في لي ترانزيسيون، الكاليتي نتاع الملاعبيه، وانا عندي زوز ملاعبيه منهم تعداوا عليا في المنتخب الصغر، ناصف العطوي عنده 7 أهداف و6 تمريرات حاسمه، ويونس راشد عنده 6 أهداف و6 تمريرات حاسمه. هذه خليني انا نبدا فرحان انه ملاعبيه تعداوا عليا ولادك يتسمى، لكن عندها عامين ثلاثه تبني الجمعيه هذيا، والسنه جات كونفيرماسيون لانه عم ناول، يعني ما كانش فما ممكن صبر على الجروب. السنة جاء مع الكوتش مشيت الامور بالقدا وتحسنوا، سيرتو ولاو يعرفوا يربحوا، ترى حتى الماتشات اللي ما لعبتهمش بالقدا جرجيس كانت باهيه ومدرسه كبيره. صحيح. رجعت لبلاصتها ان شاء الله المدارس الاخرى يخلطوا عليها ان شاء الله. سي طارق الحذيري، نخلي لك تفاعل مع سي منصف اذا كان هكا في المباشر، عندك سؤال عندك ملاحظه معاه، تفضل. سي المنصف، ساعه والحاجه الف مبروك على الصعود. الله يبارك فيك. عايشك. هذه حاجة بكل أمانة معناها مش غريب عليك، صعود الفرق في تونس وصعود الفرق في الخليج خاصة في السعودية، والحاجة اللي متأكد منها وأنه قاعد وشفتها معناها في كامل الموسم اللي تعدى به ترجي جرجيس، وأنه الكاركتير متاعك وطبيعتك والهدوء متاعك مر للناس الكل بكل أمانة، مر شخصية محترمة جدا، مر للجماهير لأنه جماهير زاد العكارة تعرف يحبوا برشا الكورة ويغيروا على فريقهم، لكن الهدوء متاعك والثقة اللي اعطيتها للاعبين والثقة اللي اعطيتها للإطار الفني المستقبل
المصاحب ليك وللاداره مرت معناها ايجابيا للجمهور اللي كما قلت انت معناها ساعدكم ووقف معاكم وازركم في الاوقات الصعيبه اللي تعديتوا بها. كما قلت لك نتمنى لك ان شاء الله ديما النجاح وهذا فخر لنا الكل كمدربين توانسة. ممتاز. وانك تكون ديما معناها تشرفنا في تونس والبرة من تونس. السؤال الكلاسيكي بعد ما انسان يعمل انجاز، المستقبل هل ستواصل مع فريق ترجي جرجيس السيد منصف مشارق ام لا؟ ومعناها حكيتوش مع الهيئة المديرة في هذا الإطار، أو فما أفكار أخرى من طرف سي منصف أنه ربما مثلا يرجع للاحتراف في الخليج؟ والله صحيح، معناتها اللي كنت طلب جماهيري، طلب من الإدارة، طلبوا مني معناتها ما زلت معناتها تعرف تو واحد يرتاح شوي يشوف، أنت تعرف معناتها 20 سنة 20 عام في البطولة السعودية من 2005 ما شاء الله. حتى وبالمناسبة معناتها كنت حكينا على الصعود، تو هذا ثالث موسم على التوالي معناتها صعد فرق قبلها الترجي القطيف في السعودية، قبلها نادي الرياض اللي تو يلعب في الممتاز. طلبوا مني بصراحة لكن مازال ما جاوبتهمش، مازال نشوفوا الوضعية ومازال حتى مش نشوف حتى وضعية الإدارة، خاطر تعرف أن الناس ضحوا برشا ودفعوا برشا، لازم الناس تعاونهم، لازم الناس تلتف أكثر حول الجمعية، الناس ماشي مقصرة لكن في تعرف الوطني لازمك أكثر مصاريف وأكثر انتدابات وعندك محترفين، الأشياء هذه كلها إن شاء الله في القريب العاجل في المستقبل نشوفها. ديما نذكر مدرب ترجي جرجيس السيد منصف مشارك موجود معنا في المباشر. ما نعرفش طارق عندك سؤال؟ طارق مسعودي، طارق الحذيري، هذا هو. انا نحب نختم معاك بسؤال اخير، سواء سي منصف ابقى في الفريق او غادر، نصيحتك الحقيقه لترجي جرجيس حتى يتفادى كل النزول لا قدر الله اللي قلقوا منه جماهير ترجي جرجيس اللي ما يحبوش فريقهم يغادر الرابطه الاولى، حبوه يبقى، نصيحتك على المستوى الاداري الفني على المستوى الاستراتيجيه اللي يقوم بها الفريق. اول شيء بالنسبه لنا يلزمنا نحافظ على الاداره الموجوده الحاليه. واداره منظمه معناتها من افضل الادارات اللي اشتغلت معاهم اللي خدمت معاهم. ناس تحب الجماهير من الاخر، معناتها ناس تحب الجماهير وفي نفس الوقت هم ما يسوي الحال، الحمد لله ربي يصالح زيدهم وفضله. يلزم يوقفوا معاهم، اول شيء نحافظ على الاداره. وعندنا مجموعة ممتازة من اللاعبين نحافظ عليهم، على كيف اللي في كيف باش تعمل 24 لاعب، على الأقل فما عندنا 14 لاعب قادرين أنهم يلعبوا في الـ في الـ في الأرض. ونطعموهم معناتها تكون أهم حاجة هي الأجانب، تكون اختيارات مدروسة واللي باش يعطي الإضافة يكون أفضل من اللاعبين الموجودين لهنا. نجم نجيب لاعب حتى باش ندفع فيه معناتها أكثر مبلغ اكثر من الاخرين، يا اخوي اللي يعطيني الاضافه لك هو اللي يعاوني. ونفس الشيء معناتها الجماهير توقف اكثر مع الجماهير نتاعهم، تلتف اكثر حول الجماهير نتاعهم وتدعم الجماهير نتاعهم. نعرف انا جيت فترات دفعوا برشا فلوس وعملوا حملات اللي ساعدت الاداره هذه الموجوده حاليا. اقعد معنا باش نختموا معاك مثالش مع سؤال مع سي طارق الحذيري.